جود مورنينج جود مورنينج ذا واي هير وي كام اجين. كل ما غط في هذه المدينه مثل كانه اول مره، وبرجع بتطلع بهالبنايات وبهالجمال وبهالريفلكشنز الالوان الرائعه، وخاصه ساعه بتكون هون بالشتاء لابسين قميص شوبه في كثير حراره 23، السما زرقاء منا صفراء وما في غبره، وبتصيروا تطلعوا وتشوفوا هالازاز اللي عم بلمع وين ما كان، وهيدي الفوته الاساسيه اللي واحد بفوت فيها على الشيخ زايد، ومنا بكفي على اسبوع 9 ايام تقريبا 10 ايام بدبي. رح نعمل فيها شويه سياحه، رح نعمل فيها مطاعم اكل طيب، رح نتعرف بناس جديده، واهم شيء اهم شيء اهم شيء رح نعيش سوا الاوبننج والافتتاح تبع محل بوظه بده يكسر الدنيا اسمه ماينس 18 دبي. هير وي كم. جون قعدت بهذا الاوتيل، بتذكروا فتت على هيدي الاوضه، كنت انا حاجز اوضه صغيرين عمل لي ابجريد، طلعت يمكن على الطابق ال40 باوضه كتير كتير كبيره، وصرت اركض من اوضه لاوضه لاوضه، وكان الصالون تقريبا شي 30 متر من ميل لميل. واذا قررت ارجع اقعد بهذا الاوتيل، وكمان عملوا لي ابجريد الشباب بعقده، ثانك يو سو ماتش. الاستقبال تحت على ريسبشن الروعه، كل التفصيل العظيم، واللي تفاجأت فيه انه عملوا ابجريد، مش بس هيك عملوا رينوفيشن الاوض اللي نحن شفناهم قبل بمره. فيكم ترجعوا تحضروا الحلقه تبع جون 2022، كلها صارت ألز وألز. من زمان كان شكله مثل ابارتمنت، كان اوتيل مزبوط بس كان شكله ابارتمنت، واذا هلا صار شكله باوضه اوتيل. يعني البلاط صار صغير مرتب، الوان على الارض. رح تشوفوا اول كنبايه هون، القعده هون، بعدين عنا اوضه السفره. الفيو ما رح اخبركم عنها، رح اخبركم عن فيو يعني هون. رح نقعد، رح نقضي وقت. اوه انا والولاد رح كون قاعد انا وعائلتي، انا ومرتي اللي اشتقت لها اوريدي، انا والولاد العائله كلها سوا، وصوره جديده. ثانك يو سو ماتش جايز، كريستيان كلكم بتعقدوا. هون شويه نيبلز هلا مش عم نحكي عنهم ومنشوفهم، بس خليني افرجيكم الاوض. منفوت من هون من اوضه لاوضه لاوضه لاوضه، هون الشنط اول اوضه شمال او يمين، رح نفوت لهون. عنا اوضه كتير حلوه يلي هي ماستر بيدروم كينج سايز بيد، اكيد مع حمامه يلي هو كتير كبير الدوش. هون عنا حمام، اوضه ثانيه كمان مع حمامه، ثلاث حمامات موجودين. عنا البنوار تو سمول بيدز توين، وهيدي الاوضه الكبيره محل ما بعتقد انا رح اقعد يلي هي الاوضه الكبيره والحمام. هيدي السفره رح تكون انا والشباب مع اياس مع كريم، التيم كله هون. هلا رح نصور سوا ونقعد سوا. هيك منبلش 9 ايام بدبي من المطار لهون، ويلي بيعذبني منهم كبه بالغساله. مخبركم على المطبخ اكبر من مطبخ البيت، لازم نجي نحجز هون انا ونايل ونقعد نصور. عندكم مايكروويف براد. Oh my god. What a great surprise. No way. لا عن جد مفاجأة حلوة. Oh my god. دايت كوك. لا حبيته. حبيته ولد أكثر ما حبيت الأوضة كلها سوا. واو عن جد. Thank you so much. Thank you thank you thank you. دبي مشوار ببلش هلا. خبركم عثمان صار عمره 18 سنة، كان بده طلب منها أهله هديته إنه يشوفني، بيحضر كل الفيديوز بحبني كتير، قلت لهم أكيد. فأول ما غطيت هلا غطيت الطيارة من شوي، جينا تناكل بوزة سوا. We're having an amazing ice cream. هيدا عثمان بتعقل. يلا كمان some nice chocolate milk. هلا بنشوف. نحن جايين عن ماينس 18 يلي اوفيشال اوبننج اون ذا 21، رح نكون اول ناس عم نصورها وعم بتشوفوا هالمحل الرائع.
الإف، شو هالبرادات الحلوة، شو هالبوزة الحلوة. كريم فرجيهم قديش حلوين البوزة. أنا بدي أهم كلهم، عبالي دوهم كلهم. طب شو بعمل؟ منترو؟ واحدة من كل شيء، كتير حلوين. How do I do it? Yum. Quit. You don't say that. منيحة كريم، قال لي كريم مظبوط هي بوزة قبل الغداء ترو نورمان. برافو كريم، يعني لازم من كل الفرنساوي تعلمت كلمة ترو نورمان. بلش منيح، منيح بالسباك. إكلير بقلبه بوزة من جوا محشي مظبوط. الإكلير كتير دقيقة مع الكريم اللي فوق. دوا أمازين أمازين. هل تريد بستاشيو؟ كمان أنا رح دوق الروز. تريحوها شوي برات البراد، بتقص مثل ما شفتو، ما بتكسر السكينة. This is very good. This is very good. The best. I know you're not talking. Because it's so shy away. Beautiful. I should be taking you around more. See you again. So next time we'll have breakfast or lunch or a shawarma together. This time ice cream, next time something else. Okay. Okay? Bye bye. Bye bye. I cannot go with you at home. See next time. Wow, Karim, very touching. بتعرف اسمك، حافظ كل شيء بنعمله. Very very touching. بتطلع وبتقولوا عن جد الدنيا، شو بيقولوا؟ سبحان الله. صح. A very very touching start. هيك نبلش سفرتنا بدبي. Yes. اوف، بس هيك تنروق شوي ومنبلش غدا ومنقلع. ديل؟ لا، فيري فيري نايس ستارت. يلا ليتس جو. خلينا نتفق بس من هلا السفره يا حوي، كل السفره رح تسمعوه عم بيحكي وراي، كل السفره على واتساب اوديو، كل السفره عنده فويس نوتس، كل السفره عنده معلم وحبيبه دي وما بحب يسمعهم بدينته، بحب يسمعهم هيك. فكل السفره اخر 10 ايام رح اخبركم عن كل شغله وحياته، وانتم رح تسمعوهم بالفيديوز. فركزوا. فيني خبركم شيء؟ جاني تليفون بعرس 1 مليون دولار. هلا بصدق بفكروا كثير غني هو عم بيمزح. It is lunch time عند اوكيو. اوكيو جربته قبل مره، بحبه. بسافر بتعرفوا كرمال الرامن، بسافر كرمال هيدي الاكسبيرينس اللي هي الايجيان. اوكيو اجان. ليتس جو، نقعد برا. طقس حلو. Ramen, أكيد رامن، رامن all the way. So we'll have one ramen, not spicy. For the ramen, you have to choose between miso and shoyu. Miso is based on fermented soybean paste. And shoyu is based on it is lighter and savory flavor. Okay. And you have to choose between meat broth and vegan broth. What meat? Meat broth and vegan broth. For the meat broth, a combination of slice of chicken and minced chicken. Complicated. Okay. So meat broth. It's complete. And you have also some cola and Fanta.
getting more and more complicated. Menos sabihin sa puro miso, with rub than spice. We're all sharing. It's... Sharing is caring. Four sides of a homemade spring Thank broth. You. Yes, sir. I do this. And don't forget to mix your ramen and soup. That's why you have a balanced flavor. And here's some condiments on the side. If you're a bit more spicy, you can put some sesame chili or shimito garashi. If you need anything help, then it's to call us. My name is Dexter. Those who shagari ko design. Arigato. Hello. Hello. Like we have been busy. The menu complicated. عن جد. قاعد تفتح ورقة ما في ولا صورة. بدك تقرأ سطر وجملة وجملتين وثلاث ورجع تركبون على بعضهم. هلا من مرة من بعد تاني وتالت مرة بترجع بتقلع. بس أول مرة complicated. الحلو فيها إنه رامن. مثل ما بحبهم الروية حلوين البيضة اللي مخمرة أو البيكلت اللي مظبوطة very generous I'm so excited أخذت لحمة أخذت سمك أخذت vegan نأخذ لهم كم صورة ومنقلع منطرتش حالنا مشان جبت سويت قديمة شوي مش عطى الأمة سوي بينز غرامة البيناتس عظيمة شقفة لحمة طرية وما بتعرف فليفرز اميزين حامل هبصت هون عنا رايس نودلز طلبت شوي من كل شيء انتو بتعرفوا انو اجمالا بالاكل دايما بالاكل دايما اللقمة هي بتطلع التم دايما الا بالنودلز عند الاسيوية التم بينزل على اللقمة ومنشان هيك بترجع متشروق فاللي فينا نعمله بناخد هاي بنهديها بقلب المعلقة بلا ما طرتش حاله ولازم ننزل راسي لتحت فبصيروا شعرات بنص الكاميرا فراح اخدهم ونبلش ندوق رايس نودل اندر صوص بيوتيفلي دون مش مخبصين واو حر عندهم عظيم عظيم It's good stuff Very good stuff أو إذا بدكن ما رح استحي منكن هذا كله مثل ما بيكل باستا لفهم على المعلقة وماشي الحال ما حدا عم يتفرج بهالطريقة معبي لقمة حرزاني وما بتخانق أنا وياه يلا I love this place. هون عندي شقفة سمو ثامن هون عندنا نودلز من غير شكل هونيك الأودن بعتقد هولي الرايس بعتقد لازم يكونوا ستيكي and هولي رايس نودلز شايفت نوري البيضة يلي كتير بحبها Oh my god البيضة مثل كأنها بيضة بريشت بتدوب مثل الكريم من جوا بيك فان هون حرزانة ركزنا سقعوا كتير طيبين شكله البيت ما عنده زبونات نحن بنكلهم delicious delicious يلا انجوي ما بدك اشتركت شي لحدا قول ما فيها لحمة ولا دجاج بس يعطوني خضرة انا بحيت ايه جايبني من لبنان على دبي طعميني خضرة مسلوقة يا شو بدي اقول لك بعد شو بدي اقول لك قبل شوي سميتها شو ترو نورمال من بعد الغداء بتصير اسمها دسخ 100% صار بعد دبوز عن جديد يلا انا طالع عبالي هلا بلا جاتو رح ناخذ سكوب حامض رح ياخد سيلكشن اوف سوربي دونك شفت انه في شوكليت سوربي ليمون سوربي باشن فروت سوربي بيوتيفول
سجلنيهم بكورنيه واحد ليطلع حلوين للصوره. Which one? Strawberry, passion fruit and chocolate orange. Right. كل ما تشوفوا وراي تذكروا فيديو نمبر 1 انه رح يضل وراي ورح يضل عم بحكي على التليفون. سفرة الياس. لمن انا يوم بريك خلص خلصنا تعملنا خضرة. حامض very refreshing very light. خفيفة كتير ما فيها تلج في حليب. Very good ice cream. Lovely. لحق حالك. هو منه مول هو اكسبيرينس. قديش واحد بيكون جاي على دبي مول بيرجع بيطلع بيلو يرجع على دبي مول؟ منه شوبينج ديستنيشن هو اكسبيرينس مثل ما عم قلكم. يعني ساعة الواحد بيوصل على دبي بيروح على دبي مول وبعدين بيشوف شو بده يعمل. برمي سريعة تشوف المستجدات، شوف المحل الجديد عم تفتح، شوف في الوان وقديش في عجقة اليوم. واكيد اذا استحلينا شيء ناكله. استحليت يعني بتعرفوا قديش بحبه. استحليت حقه بأوروبا 9 يورو، حقه هون 70 درهم، صار حقه يعني تقريبا 19 دولار، يعني 10 دولار أغلى من أوروبا. تابلت أوف شوكولات 19 دولار. واي ما رح ناكل شوكولات بعد عم فتش عشان ناكله. عجقة 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 عجقة. نحن هلا بالشتوية يعني الناس لازم تكون برا، طقس كتير حلو، عجقة الناس فوق بعضها، ما في جنسية بالعالم مش عم شوفها هون. عجقة 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 عجقة. بعتقد هلا 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 بدبي مول في بالملايين من الأشخاص كلهم موجودين هون. خير وبركة وسياحة، وأكيد في شي كروز جايبت لش 5000 شخص. هيك الناس فوق بعضها الحمد لله. بس نحن شو بدنا ناكل؟ هيدا المهم. القصة ما فيها انه انا استحليت وطالع عبالي حمص وسمبوسك. القصة ما فيها انه بكل الطابق ما في هيك فاست كاجوال ساندويش جراب اند جو الا فايف جايز، ومش وقته هلا. شو رايكم نقعد عند كرم بيروت ونطلب بس صحن سمبوسك صحن حمص على السريع، بنبسط فيهم وبنكفي. فكرة جيدة. هو فينا نسميهم هيك ليبانيز فاست كاجوال ايزي بايت تو ايت، جملة طويلة، يلي هو انه حمص وسمبوسك بتكونوا على الطريق. مثل ما قلنا حمص سمبوسك بس.
هي القصة كتير هينة. صحن حمص سوبر طيب وحمصاتهم بعرفهم. سمبوسك بحمصة مظبوط ومحشية مظبوط. اف دقيقة من برا وقشتها حلوة، لحمتها صغيرة وبتعقد، الحمص كريمي مثل اللبنة وحموضته كتير 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 حلوة. تسوى كل برجرز الدنيا. تتخيلوا كونسبت، وقف هيك على الطريق بتوصلوا لعنده بتقولوا له 5 سمبوسك شوية حمص بحط لكم اياهم بكاسة وبتتمشوا فيهم بالمول، في احلى من هيك؟ والكبة زيت شي، طلعوا كبتهم قديش رقيقة قدي خفيفة، لحمتها قدي عظيمة، فيها سنوبر من جوا. أبطال أبطال أبطال. وحمصهم أكيد بلا توم من أطيب حمصات العالم. ولا أطيب من هيك. أساساً حمصاتهم طيبين، سمبوسكيتهم طيبين، كبتهم طيبة. صار لي 3-4 سنين بجي لهون وبقطع لعندهم and I love it. تخيلوا كونسبت كيف الفيش اند شيبس، حمص اند سمبوسك، كيوسك هون بنص المول، واحد قاطع كرتونه هيك مهضومه، حمص دب، 3-4 سمبوسكيت، تاكلهم وبتمشي. اوف اخذت القصه ربع ساعه. دون ديل، انبسطنا وسندنا للعشاء. اخر مره اكيد لا برجع لهون اكيد عند فايف جايز وكثير اشياء تانية. هلا خلينا ننبسط بدبي بالليل. رجعت اجى عشاء، غديت وتعشيت. مو تزعل على الغدا، رز ولحم على العشاء. انا رح تقولوا ولو كل دبي وما في غير هالمطعم، ثقبت انه صديقي فادي عنده اجتماع انا وياه، اجى اكل هون عند ووكيو ورجعت تعشيت عند ووكيو. لان اكلت نودلز على الغداء، اكلت رز عشيه، رائعين شو طيبين، مش معقول. الصوص عظيم، الرزيت توب، اللحمه كواليتي رقيقه بس ما بتعظم ومنا معلكه. استقبلوني كلهم سير انتوني انتوني، بعتوا لي شيف. حسيت حالي بمحلي عن جد، رائعين واللقمه كتير كثير طيبه. بحبه كثير هالمحل، هيدي الثالث او رابع مره بيجي عليه اند اي سوبر ريكومندد. ف السؤال، وين نتعشى نحن والشباب؟ هيدا السؤال تنفتش. هلا اسمع، ما زال نحن حد ووكيو ماينس 18 فشخه، ما بيمنع. قلنا قبل ترو نورمال ديسير ناكلنا لقمه هيك بس بين وحده وحده تنهضم. بلش بهاي او بلش بهاي ما بعرف، قلنا شيء خفيف بين العشاء والعشاء بس ما بيمنع. كرواسون، حرزين، محشي، فليكي. هيدا سيربرايز بيجي تشوفوا شو في بقلبه. And then nice croissant, ice cream and غزل.
brilliant. Brilliant idea. هاي ريحته حلوة كتير. نزلنا على شوارع طرابلس. مشاني بطرابلس بكتش. Beautiful. Good croissant quality. بوزة بعينيها بتعقد. وهولي اللي زبطين. حبة حدا تاني. شوكت. هاي على الترويقة. بتطلع رائعة. Phenomenal. كبية حليب. Top. And dip. بارمي بدبي فرجعناكم دبي بالليل. عجقة 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 ما بتنام هالمدينة وبيضل فيها حياة. قبل ما ارجع على الاوتيل من بعد نهار كتير طويل بحيين ساعة 4 بذكركم لانه كانت طيارة ضوت اللمبة. شو رأيكم بشي كتير بيطلع عبالنا ناكله دايما؟ شو رأيكم بشي كريفينج؟ كيف ما راحت وكيف ما برمت الايام نرجع منقول عبالنا؟ لا لا مش فايف جايز. The fried chicken burger and pickle. فعلى الطريق chicken burger. هيك بيخلص النهار. طريقة كتير هينة، بتقفوا بالسيارة بهالهوايات، بتعملوا سكانينج للكود على الابليكيشن، رح نقي شو بدنا. صورتهم بتشهي. صورتهم بتشهي. I can order with you? Yeah. Okay. نطلب معه. Anything else, sir? Anything else, sir? I wish I can order everything, but no, not for tonight. We had too much food. So that's it, sir? That's it. Okay. Deal. 10 minutes for this one. Let me pay. Okay. خلاص واحد ايه؟ بس واحد. اليوم بس واحد اكيد بس اليوم ما بطلع واحد تاني. Thank you so much. It's food time and I'm excited. ليش على السياره؟ لانه سخنه هيك بضل البرجر سخن. بيكل ليلي ما فسرنا بعد، اللي ما بيعرف بيكل، بيكل از اور ماي سمول بتكوني فيفورت فرايد تشيكن برجر. بوتيتو بان سرعتني صغير، الخبزة، شقفة اللحم جوا هيوج او الدجاجة هيوج. سوبر ديليشس. الهواء بشيل زلمة اليوم بدبي. سوبر اكستريملي ديليشس. فيري كرانشي. ما صار شيء، ما حدا شيء. اجت لبساني تاكل معنا. اميجن. منظر. Amazing. شو طيبة، مش معقول شو طيبة. سوبر كرانشي من برا، اكستريملي جوسي من جوا، بتكب مي قد ما قد ما انها جوسي من جوا. خبزتهم عظيمة، الجبنة، الصوص تبعهم. It's a phenomenal burger. عن جد كتير ناس جربت، ما حدا انصاب شي هالقد كريم وهالقد طيب. مش معقول. بهاي بنقلكم good night. Day 1 out of 9. نلتقى بكرة. قديش كنت شبعان، قديش بضل مش معقول. Oh my god.
cool night.